والثانية صاروا في تونس وصفاقس، واليوم نحن موجودين في سوسة معنا طالب شغل عارضين اللي هما 54 طالب شغل. كل طالب شغل كما قاعدين نشوفوا عنده الديسك نتاعو وعنده ستوند نتاعو وعندنا زاد شركات عارضة. دونك الهدف منه أن نقربوا مطالب الشركات من طالب الشغل الموجودين معنا. الكورب سيتي اليوم محلول للجميع، مفتوح للجميع، وهوني نواجه دعوة اللي يشوفوا فينا الكل باش يحضروا الكورب سيتي. حتى التوا عندنا أكثر من 500 حاضر معنا، كسوا شباب حاضرين معنا باش يقابلوا الشركات العارضة، وعندنا زاد شركات جات باش تشوف طالب الشغل. Peut-être des fois, il faut faire un effort supplémentaire. Aujourd'hui, on tient dans l'installation de ces stations dans l'ombre. مناسبة اليوم العالمي للمرأة، الوزارة قررت في سنة 1000 قرض لتمويل مشاريع مؤسسات صغرى لفائدة المرأة خلال سنة 2022 ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. تم رصد اعتمادات قدرها 30 مليون دينار لتمويل مشاريع مؤسسات صغرى. سيتم تخصيص 50% منها لبعض 1000 مشروع لفائدة المرأة، منها 300 مشروع لفائدة المرأة الريفية، التمويلات المبرمجة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع إعطاء أولوية خاصة إلى الجهات والمناطق الداخلية. هذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. علاش؟ باش نخرجوا من الشعارات، ما نذكروش المرأة كان في شعارات وفي مناسبات، لكن نحاولوا نترجموا الإحساس نتاعنا والوعي نتاعنا بضرورة مساندة المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا ببرامج ملموسة على أرض الواقع اللي تمكن المرأة من بعض مشروع من خلال تمويلات توفرها الدولة حتى تصبح المرأة عندها جميع الحظوظ متساوية مع الرجل. كما شفتوا 50% من المشاريع في برنامج الصندوق باش تكون من نصيب المرأة. Spécialiste de management parce que la formation professionnelle qui a été créée en Drexelmaier. Pourquoi que ce gouvernement, en 4 mois, il a déjà des actions concrètes et il a déjà des réalisations concrètes.